بلادكم، واغلب المراكز كانت عم تشتغل على الارض من قبل يعني تاسيس او تكوين جهاز الشرطه اللي هلا انتم منتمين له. جهاز الشرطه في مراحله الاولى في يعني مبادئه الاساسيه، جهاز الشرطه الحره اللي تاسس في سوريا ومعيشة الضباط اللي كانوا في الشرطه واللي كان لهم يعني يد في تاسيسه وتطويره ونشكرهم عليه. من مبادئه الاساسيه كان حمايه حقوق الانسان اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. وكان في احد بياناته يعني اللي طلعت الاولى كان انه جهاز الشرطه الحره السوريه هو راعي وضامن لحقوق الانسان من خلال المبادئ اللي قلناها. نحن هلا بدنا ننتقل لنلخص حقوق الانسان في شيء نقاط عمليه رح تسجلوها. هلا اذا عملنا شيء ورشه هيك مناقشات نسجل الملخص هذا اللي حكيناه من التعريف، ملخص لحقوق الانسان. بده يكون في بيناتنا جسور ثقه بيننا وبين المواطنين، بيننا وبين المجالس المحليه. هالثقه هيدي بتخليكم تصيروا جزء من المجتمع، لما بتصيروا جزء من المجتمع بيسهل عليك بعملكم كثير، في حل المشاكل، في حفظ الامن. لما الناس تنفر من جهاز الشرطه نسبه الجريمه بتزيد ونسبه التعدي بيزيد، بينما لما بيكون جهاز الشرطه على جسور مترابطه بين المجتمع المحلي، بين المجالس المحليه، في زيارات، في تبادل المشاكل والهموم، في عرض واقع اللي عم يصير في البلد اللي انتم فيها، في مناقشات الهموم والمشاكل اللي عم تعانوا انتم واللي عم يعانوا منها، بيسهل عملكم كثير وبيخليكم تعالجوا المشاكل بسرعه ورؤيه اكثر وقبول لدى الناس. انضميت لكم كلياتكم، واغلب المراكز كانت عم تشتغل على الارض من قبل يعني تاسيس او تكوين جهاز الشرطه اللي هلا انتم منتمين له. جهاز الشرطه في مراحله الاولى في يعني مبادئه الاساسيه، جهاز الشرطه الحره اللي تاسس في سوريا ومعيشه الضباط اللي كانوا في الشرطه واللي كان لهم يعني يد في تاسيسه وتطويره ونشكرهم عليه. من مبادئه الاساسيه كان حمايه حقوق الانسان اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. وكان في احد بياناته يعني اللي طلعت الاولى كان انه جهاز الشرطه الحره السوريه هو راعي وضامن لحقوق الانسان من خلال المبادئ اللي قلناها. نحن هلا بدنا ننتقل لنلخص حقوق الانسان في شيء نقاط عمليه رح تسجلوها. هلا اذا عملنا شيء ورشه هيك مناقشات نسجل الملخص هذا اللي حكيناه من التعريف، ملخص لحقوق الانسان. النقاط الأساسية اللي بتلخص لنا يعني مبادئ حقوق الإنسان من أجل نستطع العمل من خلال عملكم كجهاز شرطة، اللي سنت واللي طبقت واللي اعترفت الآن كان هو عنوان العريض متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا العنوان العريض يعني كان عنوان عريض لحقوق الإنسان اللي صيغ بموجب معاهدات واتفاقات وقوانين طبقت على الواقع كل دول العالم اعترفت فيها. فكان المبدأ الأول هو الحرية، يولد الناس أحرارا. إذا ملخص حقوق الإنسان نقول إنه الناس يولدون أحرار مجرد ولادهم، ولهم الحق في الحياة، إخضاع أي شخص لمعاملة غير قانونية مبنية على العرق أو اللون أو الانتماء القومي أو الفكري. كل الناس بيخضعوا لمبادئ واحدة، كل الناس منطبق عليهم شيء بيطبق على الكل، كل انسان ما بيصير يخضع لشيء غير قانوني، مجرد انه انثى، ذكر، كبير، طويل، انضيعة صغيرة،
كردي سني، هذا عليه نطبق له نطبق عليه شيء ما بيطبق غيره. كل الناس يجب ان يخضعوا للمعامله، لا يخضعوا لمعامله غير قانونيه. كل الناس بده المتساوي والتطبيق المتساوي. أمام القانون مبدأ نحن بنلخصه في الحقوقيين في المؤتمر الحقوقي، مبدأ سيادة القانون. جوا خالد هي تضرب تعتقل بدي اياه، بس برا لما بيجي الاتحاد العربي بيشتغل حالي وبعمل ضبط وبسوقه للقضاء وما بصير كذا، بس انا جوا قسمي لا بصير ما حدا بيعرف حد شيء. انا رب بكون الحالة في منطقتي في قصري في مخفري، ما حدا له عندي حاسبني. لا نحن بالاضافه لما كنا حاميين لحقوق الانسان بدنا نحن كنا اول الناس ما نتطرق لاستهداف هذه حقوق الانسان بكل القوانين الدوليه، وهذا المبدا الخامس لحقوق الانسان والاراء والقوانين اللي بتطبق المساءله. اخضاع اي اساءه لحقوق الانسان ولحقوق الناس للمساءله. المساءله شلون يعني المساءله؟ تعرفون انتم كنتم جهاز الشرطه، كمان في عندنا نحن نصوص قانونيه، ممنوع الضرب، ممنوع كذا، ممنوع كذا، بس كانت محطوطه على الرف غير مطلقه. للمساءله اي اساءه سواء من الاخرين تخضع للمساءله، مثل ما انتم بتعملوا ضبط، اعتدى على ملكيه، اعتدى على دار، اعتدى على سياره، سرق، ضرب، هرب، نعمل ضبط ونحيل القضاء بياخذ وقت. تخضع للمساءله الناس كمان نحن كضباط شرطه، كعناصر الشرطه مسؤولين لما بنتجاوز حقوق الانسان كل الاعراف القانونيه المدونه واللي اعتمدت صارت فيها نصوص قانونيه لمحاسبه المسيء لحقوق الانسان سواء من داخل الجهاز او من خارج الجهاز. المساءله تخضع المساءله للمحاكم. طبعا حتى الفرديه لما نحكي فيها وقت الامم المتحده تبنت مبدا اعلان حقوق الانسان، فصار في شيء لما بتكون اساءات لحقوق الانسان كشيء كبير وممنهج الدولة، هي دولة معاملته ومساءته لحقوق الانسان من التمييز، من الاعتقال القسري، من السجن، من الاحكام القضائيه المبرمه الغير مبنيه على كذا، فصار في شيء اسمه محاكم دوليه، محاكم جنايات، صار في كذا، كله يخضع للمساءله الداخليه والخارجية. الداخلية طبعا قانون، لما يكون القانون أي إساءة من أي ضابط فيخضع للمساءلة أمام قضاء نزيه بكل دول العالم اللي تحترم قوانينها وتحترم نفسها. بتحبوا في استراحة نكمل شلون طبعا معك العقيد أحمد بن طيب رئيس فرع التدريب بقيادة شرطة إدلب الحرة. طبعا حاليا عم ننشئ دورات تأهيلية للشرطة الحرة، كون العناصر حاليا تمارس عمل بين أهالية، يعني أغلب مراكز الشرطة الحرة حاليا بين قرى العنصر الذي يخدم في تلك المنطقة. طبعا نسعى لتأهيل الشرطة الحرة من أجل كسب الخبرة الجديدة والتعامل الحسن والجيد مع الناس واكتساب خبرة شرطية تخدم الناس بعمل وتعامل مع الناس. طبعا نتأمل بالمستقبل يعني ان تكون عندنا فعلا شرطة مجتمعية تكون جزء من المجتمع وتقوم على رعاية وخدمة الناس، بينما كان مفهوم الشرطة سابقا في ظل النظام شرطة تسلطية، شرطة استبدادية. حاليا نسعى أن يكون الشرطة الحرة فعلا إنسان جيد وذو خلق وذو خبرة بالتعامل مع الناس حتى يكون فعلا أداة إيجابية لبناء سوريا الحديثة إن شاء الله. السلام عليكم سيد العميد. السلام ورحمة الله وبركاته. سيد العميد، ما هو عملكم الآن في هذه الدورات؟ وهل هناك فعلا فائدة حقيقية لهؤلاء الشرطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
الحقيقة نتيجة الأوضاع الحالية من استمرار القصف والتهجير للأخوة المواطنين، ارتعت قيادة شرطة إدلب الحرة لإحداث مراكز شرطية في المنطقة تقوم على خدمة المواطنين فيها. وهذه المراكز لابد من تأهيل وإحداث دورات بقصد اكتساب الخبرات والمعارف العلمية الحديثة لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. فالحقيقة الهدف من الدورات مثل ما تكلمنا هو اكتساب الخبرات للمتدربين وترسيخ المعارف والخبرات العملية لديهم وتطبيقها أثناء خدمتهم. ما هي الصعوبات التي تواجهكم أنتم كشرطة الآن في مناطق تسيطرون عليها وتسيطر عليها قوات المعارضة بشكل عام؟ أهم الصعوبات؟ يعني صعوبات فيني وجدت لك إياها بأمور بسيطة. لا زال مواطن نقولها اللي بالنسبة للأمر لا زال لسه ما في تواصل مباشر معه مع الشرطة الحرة. يوجد عدم تعاون حقيقة، يعني يجهل عمل الشرطة لا زال. فهذا الأمر يحتاج إلى وقت وإلى زرع الثقة لدي من أجل التواصل مع المراكز الشرطية واللجوء إليها عند الضرورة. عمل الشرطة يقتصر على حل المشاكل بين الناس، ملاحقة الجرائم ومرتكبي الجرائم، أم هناك أعمال أخرى؟ لا لا لا، هناك مجال واسع لعمل الشرطة، منها مثل ما تفضلت فض النزاعات والاشتباكات أو المشاجرات التي تحصل بين المواطنين والتحقيق في مكان الجريمة. أيضا هناك عمل نبيل تقوم فيه الشرطة وهو التعاون مع المنظمات والمؤسسات المدنية مثل الدفاع المدني. فعناصر الشرطة تتواجد مع مراكز الدفاع المدني أثناء عمليات القصف من إخلاء وإسعاف المصابين. أيضا تقوم بعمل هام جدا وهو التعاون مع المحاكم الشرعية، تقوم بتنفيذ مذكرات عدلية وإحضار مطالب مطلوبين للعدالة وتقديمهم بموجب ضبوط نظامية. نعم، هل خسر كادر الشرطة أي من عناصر وخدمات؟ نعم نعم نعم، هناك عدد من العناصر استهدفوا أثناء عمليات القصف، وأتوقع العدد بحدود 6-7 عناصر. أخي محمد، هل ترى بأن هذا الوقت مناسب لإجراء هذه الدورات وفي أوقات ضيقة في ضمن قصف روسي قصف سوري، أم أنكم مجبرين لأن تقوموا بدورات لهؤلاء الشرطة؟ حقيقة في ظل هذه الظروف لا بد من تطوير عمل الشرطة، لأن عمل الشرطة شيء ضروري جدا، وخصوصا بعد تحرير المناطق المحررة لإعادة الأمن وهيكلة عمل الشرطة في ظل هذه الظروف، حيث أننا كثيرا ما عانينا من بعض التصرفات وبعض الفوضى التي سادت بعد أن تهدم النظام وأجبرنا على التشريد وعلى بسبب القتل والتشريد وكثرة الحوادث وفقر الناس وهروب إلى مسرح الجريمة. كان لابد من عمل منظم وتشكيل جهاز إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتشكيل قيادة الشرطة، لأن الشرطة هي موجودة بين إخوتها من المواطنين ومن المجندين أو الجنود الذين يضحون بأرواحهم في سبيل إنقاذ هذا الوطن من هذا الدمار والتخريب. ألم يكون هذا الكادر نفسه مدرب من قبل عند نظام بشار الأسد، وخصوصا أنهم كلهم منشقين؟ نحن هذه الدورات ليست لصقل المواهب وإنما لإعادة هيكلة هذا الجهاز، حيث أنه في ظل هذه الظروف كان سابقا رجل الشرطة مجبر على القيام ببعض التصرفات التي ألزمه النظام السابق والبائد على القيام ببعض التصرفات التي لا تليق بعمله كرجل شرطة كأخ للمواطن. فكثيرا ما يحدث بعض التصرفات وليس من هذه العناصر، لأن هذه العناصر التي تعمل معنا في ظل هذه الثورة هي من العناصر الجيدة ومن العناصر الحرة التي وجدت في ظل هذه الظروف لتكون إلى جانب أهلها في جميع المجالات. نعم، ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم أنتم كجهاز شرطة؟
حاليا تتذلل العقبات حينما تكون هناك أعمال أو بعض الناس. نحن في ظل هذه القيادة نقوم ببعض التحسينات. الشرطة الحرة حاليا عانت ولا تزال تعاني من بعض الصعوبات، إنما صعوبة المكان قد يجوز أحد الصعوبات في ظل هذه الظروف، وبسبب القصف وبسبب الأمان، قلة الأمان، فاختير مكان بعيد قريب من الحدود أو بالأحرى، يعني محاولة القيادة محاولة أن تحافظ على أرواح الناس، ولكن لابد لا هروب من القدر. أنت حضرتك شخص من الشرطة أجريت دورة في هذا المكان، هل استوعبت هذه الدورة؟ هل استوعبتها؟ هل فهمت منها شيء؟ هل هي فعلا كان فيها فائدة لك كشرطي؟ طبعا بكل تأكيد، بكل تأكيد، يعني ما في عنصر أو متمرن يقوم بالدورة إلا للإفادة يعني. طبعا بداية يعني نشكر السادة الضباط وصف الضباط والأفراد زملائنا القائمين على فرع التدريب والعمليات. لولا فرع التدريب والعمليات لما قمنا بزيادة خبرتنا يعني عمليا نحن كجهاز شرطة في مناطق محررة. كم مدة الدورة كانت؟ حاليا 7 أيام. وهل تكفي هذه 7 أيام؟ والله في الوقت الحاضر تكفي يعني لضرورة الأمن وحفظ الأمن.